سميتهم تيريرا. اصلا ما بقاوش العيالات اللي كيخدموهم بزاف، يعني هاد السواقه بدات كتنقرض. كنحاولوا ما امكن باش نردوها ونحيوها، ولكن صعيب انها تخدم بحكم انها كتبغي الوقت بزاف والثمن اللي كتستحق وكتحتاجو ما عندناش في السوق. يعني هاد 20 سنتيم هادي باش تخدموا المراه خصها واحد تقريبا جوج سيمانات، واحد 15 يوم. احنا اليوم كنتواجدوا معكم بدار الصانعه بمدينه مراكش في اطار واحد البرنامج ديال واحد 4 ايام ان شاء الله ديال العرض ديال المنتوج ديال الزربيه الووزكيتيه باربعه المدن. يعني واحد العرض متناقل اللي غادي يبدا من مراكش ان شاء الله غادي ينتهي بمدينه طنجه، اللي كنعرضوا فيه الزربيه الووزكيتيه ديال منطقه طازناخت. الزربيه الووزكيتيه اللي معروف انها كتخدم من الصوف البلدي ديال جبال سيروان اللي كيتعتبر من اجود الصوف عندنا في المغرب، كيحتل المرتبه الاولى على الصعيد الوطني والمرتبه الثالثه على الصعيد الدولي، وكذلك من الصباغه الطبيعيه، يعني الصباغه ديال الاعشاب اللي كتوجد عندنا في المنطقه، من زعفران، من حنا، من الفوا، من الرمان، من اشفود، يعني من مجموعه ديال الاعشاب كنحاولوا ما امكن نديروا بها الصباغه ديال هاد الزربيه. الزربيه ديال طازناخت ماشي غير زربيه ديال الفراش، يعني واحد السجاد ديال الفراش، انما هي زربيه ولوحه فنيه. ممكن اننا نعلقوها تكون زربيه حائطيه، ممكن اننا نعطوها كهديه، ممكن اننا نفرشوها، واهم شيء هو انها كتلعب رساله مهمه ما بين الام والابنه ديالها في المنطقه. يعني هذا زمان كان عندنا واحد العرف ديال ان البنت ما كتزورش والديها ملي كتزوج في مده عام، ولكن هذه الزربيه هذه هي اللي كتعطي المقام او النوعيه العيش ديال بنتها ما بين الاسره ديالها الجديده. يعني ملي كتصيفط لها هذيك الزربيه من خلال الالوان والاشكال اللي فيها كتعرف الام واش البنت ديالها عايشه مزيان او لا ما عايشاش مزيان. وكذلك كانت كتعطي هدايا كهدايا القواد والناس الكبار اللي كانوا في المنطقه، وخصوصا القايد القلاوي. كان اي واحد جا عنده المنطقه كيعطيه هذه الزربيه كهديه، لانها كانت عواض ما نقولوا انها غير الفراش، وهذا كانت كيتزينوا بها داك السرج ديال العودان. لهذا الزربيه ديال المنطقه ديال طازناخت ماشي الوظيفه ديالها غير الفراش، انما بالخفه ديالها والنوعيه ديال الصوفه ديالها ممكن انها تكون الحفه ديال يعني بحال الطلميط، ممكن نديروها بها الخوامي، يعني ممكن اننا نبدعوا فيها في مجموعه ديال المنتوجات من غير الزربيه. احنا اليوم الحمد لله جد فخورات وجد ممتنات للشركاء ديالنا اللي عاونونا في إطار المساعدات ديال النساء على الزلزال اللي داز في المنطقة ديال إقليم ورزازات. إن شاء الله نتمنوا أننا نبيعوا هذا المنتوج باش نتعاونوا ونتساعدوا مع دوك النساء اللي في المنطقة. المنطقة ديال طازناخت فيها 22 ألف نساجة، أكبر حي صناعي على حساب البحث اللي دارت الأستاذة فاطمة المنيسي الله يرحمها في شمال إفريقيا. نتمنوا التأثير ديالو، نتمنوا إن شاء الله التكوين ديال هاد النساء، والإعلام كذلك كنتمنوا الزيارة ديالو في المنطقة، لأن إلا أنا تعطاتني الفرصة باش نجي اليوم نهضر على هاد المنتوج، كاينين بزاف ديال النساء اللي ما تعطاتهمش الفرصة. نتمنوا أن أنتم ما تمشيوا عندهم وتوصلوهم باش يهضروا لكم على المنتوج ديالهم ويعبروا على المنتوج ديالهم ربما أحسن مني. لا الأرباح ديال هاد الزربية هادي كتمشي للمرأة مباشرة، لأن هذا هو الدور اصلا ديال التعاونيه، هو انها ديك الفليسات تعطيهم العيالات اللي يخدموا مباشره، لان النساء كانوا كيتشكاو من خلال البيع ديال منتجهم المنتوجات ديالهم في الاسواق الاسبوعيه، ان الراجل هو اللي كيبيع هو اللي كياخذ كل شيء، هو حنا كنعطيو دوك الفلوس لديك المراه وهي كتكون حره انها تعطيهم لراجلها تصرفهم على وليدتها. المهم اللي بغينا نقوله هو ان المراه كتلعب واحد الدور مهم بالنسبه للاقتصاد ديال الاسر ديالها، بالنسبه التنمية ديالها الاجتماعية والصحية، يعني جميع المجالات المرأة كدير واحد التدخل كبير بحكم أن هي اللي كتاخذ الفليسات ديال هاد الزربية هادي، وتبهد بهاد الشكل كتزيد كتبدع.
في المنتوج ديالها وكتزيد كتطور فيه. الحمد لله قطعنا أشواط ولكن باقي تبعنا خدمة باش المرأة القروية تمثل المنتوج ديالها داخل الوطن وخارج الوطن وفي جميع المحافل اللي كتقوم بحال هاد الملتقيات. عندنا احنا منتوجات كتار في المنطقة، عندنا مثلا الوار، عندنا الزعفران، عندنا الزيوت، عندنا بزاف ديال المسائل، ولكن هذه كتبقى على انها موسميه، ولكن الزربيه عندنا على طول العام. لهذا كنتمنوا ان الدعم ديال هذه الزربيه هذه في جميع الجوانب ديالها مع مجموعه من الشركاء مع الوزاره الوصيه اننا نخدموا عليها، لانها فعلا هي اللي كنطمحوا كنساء المنطقه ديال طازنخت انها تكون المنافس على الصعيد الدولي للزربيه التركيه والزربيه الايرانيه. ونتمنى إن شاء الله نكون عند حسن الظن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.